كنا نقول أن تركيا مثلاً معتقل اعتقد اعتقلا تحكميا من أدلة قاطعة إلى حد الساعة النيابة العامة ما جاوبتش. تكلمت على أساليب تحقيق جريمة تجربة البصر تختلف في بعض التفاصيل عن الجرائم العادية، لا من حيث مواصفة القضايا من أشكال ديالهم والهيئة ديالهم الحالة التي عاشوا فيها، لا من حيث مسرح الجريمة. هناك اختلاف منهجي وضحت المحكمة كان مفاجأة بالنسبة لهم حيثما تتكلموا على تجربة البصر في عموميته. من دخلت معهم في التفاصيل اللي كانت معطيات جديدة بالنسبة لهم، لا بالنسبة للنيابة العامة لا بالنسبة للدفاع ديال المشتريات. من بعد خلت نناقش كل حالة على حدة في علاقتها بالجريمة أو بالتهم، وهذا كان هو موضوع الإطار، لأن تتناول مصرحة من المصرحات تتكلم على الوقائع، تتكلم على التصريحات ديالها أمام المحكمة أو التصريحات ديالها أمام الدرجة القضائية، وتتحل ذاك الخطاب ذاك التصريح تتحله وتشوف واش ينتجم مع طبيعة الجريمة اللي هي تجربة البشر، وبيت المحكمة أن ما كاينش واحد نوع من العلاقة ما بين التصريحات هذه الصادرة عن الناس يدعون أنهم ضحايا تجربة البشر، مثلا ما تنخافش غنفضح غندير، يعني هذا كلام يعني في جرأة في شجاعة. وضحية تجربة البشر تكون ضعيف، تكون خايف، تكون مدلول، تكون محقور. إذا ما يمكنش واحد محقور وخايف يقول أنا نفضحك أو نقول أنا ما تنخافش منك. بينت مجموعة من الأمور اللي شبيهة بهذا الأمر هذا، وأن ضحايا تجربة البشر ما يمكنش يكون عندهم أملاك وعقارات ومنقولات. يعني أهم صفة هو الهشاشة والضعف المادي فقط، ماشي حيث موتي هناك منع صبر الحاجة حاجة إلى حوار، اعتبروها حاجة استغل حاجتها في رغبتها إلى يعني إيجاد حوار، اعتبروها هذه وسيلة من وسائل ديال تجارب البشر. الحاجة إلى الحاجة المادية، من أن تسد أو المرأة ما لقي ما تاكل، ما لقي باش تعيش، ما لقي باش تلبس، ومشد ضحية تجارب البشر باش تلبيها احتياجاتها هذه. أما إنسان عنده دار دير مثلا 100 مليون، عنده سيارة دير 20 مليون، وبغى دير حوار ويقول لك استغل الحاجة ديالها إلى حوار جنسيا باش لا، يعني هذا الشيء يعني لا يستقيم من الناحيه العقليه. حاولت ان نوضح للمحكمة هذه الامور هذه. بعد الفضائح اللي كاينه في الخبره هو ان كاين ثلاث كاميرات بدقات مختلفه، كاميرا لا ليس لها اي فيديو، وكاميرتين او صور وفيديو ما كاينش في الكاميرا ديالهم. هذا الشيء خصو يجي، يعني كاين اختلاف بعض سميت الاجهزه المستعمله، لكن ثغرات وفرات كثيره في هذه الحوكمه كانوا تدخل المحكمه المقرره.